طبيعة الحال راه ما ننساش والديا، هما اللي ساعدوني في هادشي كامل. الجمعية ديالي كاك بلونجي اللي غاصوا الأنشطة تحت المائية، الكلوب ديالي أول كلوب ديالي في السباحة اللي كان هو نادي الفلاحي، ما ننساوش العائلة ديالي، صحابي، الأصدقاء ديالي، هادو كاملين هما اللي شاركوا معايا، كنعتبرهم بحال نادي الوحدة. والحمد لله ماشي دابا. شنو الهدف ديالك في المستقبل إن شاء الله؟ خصوصا تدوز دابا الفئة الكبار. ان شاء الله نزيدو نترين ونترينمو ونترينمو ونتلعبو مع الكبار ونتعاندو مع الكبار ونسبقو الكبار ان شاء الله. نصوت نجاد اللي كان صغير. جو رميرسي مسيو كازيان يوميا، ما عندوش لي فاكونس بحال الدراري، الصباح كيكون في لابيسين، العشية كيكون في لابيسين، دونك انا بور موا جو تري ساتيسفايت بور لوي، حيت جو مو دي إلي تاريفي أ كالكو شوز. ناس متفائلين وتنخدموا، يعني الحمد لله حنا متفائلين خير بلي بيسين اللي داروا جداد في قنيطره. حنا فقط كنتسناو انهم يدشنوا باش ان شاء الله نزيدوا ابطال اخرين على هاد الابطال اللي عندنا دابا الحمد لله. كنتمنى ايضا من المسؤولين على المسبح ديال لافيلوت انا حتى هما يتعاونوا معنا، ما تطلبوش شي حاجه ليا كثيره، يساعدونا الدوش ديالنا، المسائل ديالنا، بغينا ندخلوا القرعه باش نتدربوا ما يمنعوناش، هذا هو اللي تنطلبوا. حنا ما تنطلبوش شي حاجه كبيره، وديك الساعه ان شاء الله راه غتجي النتائج اكثر من هادشي. اصلا هاد الناس اللي شفتي اليوم كاملين عندهم ديبلومات ديال الغطس، انا عبد الرب به الرئيس عندي ديبلوم ديال الغطس في مصر، يعني حنا ناس تنبغيو هاد الرياضه، ماشي غير جينا ودخلنا وشديناها وصافي. يعني الحمد لله الناس كاملين تيبغيو هاد الرياضه هادي، كاين واحد الحب كبير لهاد الرياضه والتعريف بها. الحمد لله تلاقينا مع البطل جاد اللي اصلا هو بطل في السباحه، وزدنا خدمنا مع هاد الرياضه هادي ولمسنا فيه داك الحب ديال 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 انه يوصل في الرياضه، فتعاوننا معه والحمد لله جاب الله تيسير. وان شاء الله راه غادي نحاولوا ننشروا هاد الرياضه في المدينه كامله، لان كما كتعرفوا الغوص راه خصك تكون سباح باش تولي غطاس، يعني هي رياضه صعيبه، صعب من السباحه، ولكن ان شاء الله غادي نحاولوا نخدموا اكثر من هكا باش ان شاء الله نوصلوا لوبجيكتيف اللي سطرناه في 2018 وهو ابطال المغرب ان شاء الله. بشكل عام كسؤال اخر، ما هو افاق هذه الرياضه على المستوى الوطني في المغرب ككل؟ هو كنعرفوا الاهميه ديال هذه الرياضه، فالله يحفظ الا كانت شي كارثه ولا شي حاجه في المدينه او في البلاد، راه الغواصين يقدروا يدخلوا يقدروا يعتقوا عباد الله. فاش كتكون عاوتاني غطاس كتكون كتميتريزي الرياضه ديال السباحه مزيان والغطس مزيان، تقدر تعتق الناس، ما تستناش يجي الميطناجور يعتقهم. يعني حنا بحال قلتي كنفرخوا ناس اللي هما كيعرفوا يعوموا وكيساعدوا الناس وكيعلموهم باش يصوفيو الناس اللي في حاله خطيره الله يحفظ. السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكروا تبارك الله البطل ديالنا جاد خربوش على هذه الميداليه اللي جاب للمدينه قنيطره والمغرب بصفه عامه في هذه البطوله. فهذا كان نتيجه ديال المجهودات ديالو، كانوا واحد لو سيريو كبير وواحد العمل اللي كان ديال سنوات. فالحمد لله اي واحد كيقوم بواحد العمل جبار ومجهود كبير الا وكاين النتيجه ديالو. الحقيقه كاين مجهودات كبيره كتقوم بها حتى المكتب ديال الجمعيه اللي كيواكبوا هذا البطل هذا واللي عاونوا انه يوصل لهذ المرتبه هذه. كنتمنوا التوفيق قادم للمشاركات ان شاء الله، لما لا ان شاء الله يكون فيليبس ديال المغرب. طموح وعنده ما يقول ان شاء الله، يعني ياخذ يعني نشوف واحد التربيه مزيانه، وراه كما كنعرفوا الرياضه راه كتعطي ان شاء الله كتعطي الثمار ديالها بطبيعه الحال.